مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، معاشر الصالحين والخدماء والمصلحين ورجال الخير والبر والمعروف، معاشر أهل الله وخاصته أهل العلم والقرآن، معاشر الغيورين على بيوت الله، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم من أيام الله المشهودة، هذا يوم مبارك عند رب الأرض والسماوات، هذا يوم الاحتفاء والاحتفال بالبيت من بيوت ربنا الكريم. إنه ليس مجرد بيت، بل هو معلمة خالدة خلفها الأجداد للأحفاد، وولدها الخلف الصالح عن السلف الصالح. إنه بيت من بيوت الله العامرة بالقرآن الكريم وبالعلم وبالتقوى وبالفضل. أيها الأفاضل، إن من كان لهم الفضل في تأسيس هذه المعلمة المباركة يسألوننا واجب الترحم عليهم لما أسلموا من خير وفضل، وكذلك من رافقناهم سنين عددا وكانوا لنا نعمة السند ونعم العون، وكانوا رجالا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عرفوا بيننا بأخلاقهم العالية وبكرم طبعهم، كما عرفوا بإحسانهم وسماحة نفوسهم. واليوم قد غيبهم الموت ولبوا رضاء ربهم والتحقوا بجوار خالقهم، سواء بفعل وباء كورونا أو بسبب البحث عن مقمة العيش أو بسبب آخر. لا بد أن نقف لهم وقفة الترحم على أرواحهم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزقهم جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأفاضل، إن جائحة كورونا أبعدت بعضنا عن بعض وألقت بدلالها على مثل هذه المبادرات التضامنية الاجتماعية لسنتين مضتا، وحرمنا من هذه اللقاءات المباركة التي نجدد من خلالها صلة الرحم فيما بيننا، ونؤكد أواصر المحبة والأخوة والتعاون التي نضمن بها استمرار مصالحنا الحيوية في كل المجالات. هذه المعلمة الربانية التي نحتفي بها اليوم ضاربة في أعماق مدرسة العتيقة الجلدية بحاضرة إنسوان يتوافد عليها طلبة القرآن الكريم والعلوم الشرعية والفقهية من كل حد وصوب، يتولى تعليمهم وتربيتهم أساتذة مؤهلين تحت إشراف عبيد المدرسة سيدي الحاج طيب الجدي حفظه الله. هذا الأخير تسلم سنة 2015 الجائزة الوطنية في حسن تدبير المدرسة، تسلمها في يد أمير صاحب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تعظيم على مكانة المدرسة وأدوارها الريادية التي تطلع بها. حضرات السادة الكرام، كل باسمه وبصفته، إن ساكن التليل وكل القرى والبوادي التي تتقاسمها شرف الانتماء إلى هذه المدرسة العتيقة الرائدة، ويشكرون لكم اهتمامكم وزيارتكم، متمنيين من الله تعالى أن يجعل خطواتكم مبرورة مشكورة. إن القائمين والمشرفين على هذه المدرسة العتيقة المباركة يرجون من الله دائما وأبدا أن يوفقهم حتى يقوموا لأحسن وأجود في خدمة القرآن الكريم ولعلوم الشرعية في المدرسة الربانية، كما يرجون أن يكونوا دائما عند حسن ظن أمير المؤمنين
وفي محل ثقته. أيها الجمع المبارك، إن مدرسة التلميذ الأصيلة والمعاصرة في نفس الوقت بأبنائها والمنتسبين إليها وبالمشرفين عليها لتطلع إلى غد المشرق في مجالات تخصصها فاتحة احتضانها لكل فأنها تنوّر بأهل الخير والفضل والإحسان أن يكون لها خير العون ونعم السند ماديا ومعنويا حتى تنجح في إبلاغ رسالتها النبيلة والقيام بمسؤوليتها الوطنية والوطنية. إن مدرسة بكم ستصل إلى فهي شرف لكم وأنتم شرف لها. إننا نشهد بما تقدمه مختلف المصالح الخارجية بمدينة قدير من خدمات جليلة لهذه المدرسة. نشكر السلطات المحلية في شخص السيد الوالي المحترم الذي سيحل بالزاوية يوم الخميس 4/1443 هجرية الموافق 5 ماي 2022 قصد تكشيف دار الطالبة والتي ستأوي 120 سريرة. إن هذه المبادرة القيمة لا تعد بالقيمة المضافة مهمة في سبيل القطع مع الهدم المدرسي ومساعدة بنات وأبناء هذه المناطق في إتمام دراستهم. نشكر كذلك السيد الباشا، نشكر مندوب الشؤون الإسلامية بتقديم والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، نشكر رئيس المجلس القروي بنزوان، نشكر ساكنة التلميذ وساكنة نزوان قاطبة، نشكر زوار المدرسة الكرام، نشكر